السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مدرسة المقامات. أولا أنا سعيد جدا 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 بالمستوى اللي بعض الناس وصلوله على الجروب، ما شاء الله حاجة مفرحة جدا، بتحسس الواحد إن مجهوده ما بيضيعش على الأرض. ثانيا الناس اللي ما بتتطورش بسهولة، اوعى تيأس، الموضوع طويل لكن محتاج إصرار، إصرارك لا يقل أهمية عن موهبتك. يعني عندك موهبة وما عندكش إصرار يبقى ما عندكش حاجة، ما عندكش موهبة قوية وعندك إصرار قوي هتوصل وهتحقق اللي انت عايزه. استمر في التدريب واوعى تكسل. أولا لو كان عندك أي سؤال ما خطرش في القائمة بتاعت امبارح اكتبه تحت الفيديو ده. ثانيا درس النهاردة بقى هنتكلم فيه عن 3 محاور. المحور الأول النفس، هنستمر مع بعض على تدريبات كتم النفس والإخراج ببطء والإخراج على درجة موسيقية. المحور الثاني تدريبات الصوت، هنتمرن على 4 تدريبات للصوت مهمة جدا، وهنتكلم النهاردة عن بحث علاج بحث وحشرجة الصوت وإزاي نطلع صوت بشكل صحيح. أما بالنسبة للمقامات فإحنا هنتكلم النهاردة عن مقام البياتي ومقام الصبا كمراجعة. هنراجع البياتي والصبا علشان ما ننساش الصبا اللي فات، وعلشان نقدر نفرق بين البياتي وبين الصبا، النغمة دي عاملة ازاي والنغمة دي عاملة ازاي، لأنهم قريبين من بعض شوية. طيب التطبيق هيكون عامل ازاي؟ الواجب التطبيقي فيديوهين، الفيديو الأول مفتاح البياتي ومفتاح الصبا، والفيديو الثاني الفتحة بياتي والفتحة صبا. وبكده يبقى ده درس النهاردة. أول ما تخلص مشاهدة الدرس اكتب تم تحت الفيديو، لو عندك سؤال أو استفسار بخصوص ما سبق تقدر تكتبه تحت الفيديو وهجاوبك عليه إن شاء الله في الدروس المقبلة. وشكرا جزيلا ونشوفكم على خير إن شاء الله بكرة في درس جديد. كان معكم أحمد شفيق.